بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد على آله وأصحابه أجمعين. بإذن الله اليوم راح نشرح شابتر الهيلث أسسمنت التابع لمادة أساسيات التمريض 2. الهيلث أسسمنت هو عبارة عن الـ evaluation of health status by performing a physical exam after taking a health history. الهيلث أسسمنت بشكل مختصر هي عبارة عن تقييم الحالة الصحية عن طريق إجراء الفحص البدني بعد أخذ التاريخ الصحي. There is two aspects of health assessment. The first one, the nursing health history. The second one is the physical examination. في عنا جانبين للتقييم الصحي، الأول التاريخ الصحي التمريضي the nursing health history، والفيزيكال اكزامينيشن اللي هو الفحص البدني. There is three type of physical examination. The first one complete assessing اللي هي التقييم الكامل، على سبيل المثال لما تقبل الكلاينت في الاجنسي في الهيلث كير اجنسي. ثاني واحد examination of a body system اللي هي فحص اجهزة الجسم مثل الكارديوفاسكولار سيستم او respiratory سيستم. ثالث واحدة اللي هي examination of body area، على سبيل المثال اللي هي the lung when difficulty of breathing is observed اللي هي مثل الرئة لما نلاحظ عليها صعوبة في التنفس. في complete health assessment نعمل فحص من الهيد to toe assessment، تمام؟ نعمل تقييم كامل من الرأس لحد الرجلين. Actually the procedure can vary according to، ممكن يختلف ال procedure وفق لما هسه راح نحكي. الأول واحدة the age of the individual عمر الفرد، the severity of the illness هي شدة المرض، the preference of the nurse اللي هي تفضيل الممرض، the location of the examination اللي هي مكان الفحص، وآخر واحدة اللي هي the agencies priorities and procedure هي الأوليات الأجنسي وكالتها. في هذا السلايد بيحكي عن the purpose of physical examination هي الفحص أو الغرض أو الهدف من الفحص البدني. The obtain baseline data about the client's functional abilities هي الحصول على بيانات أساسية حول القدرات الوظيفية للعميل، و to supplement confirm or refute or disprove data obtained in nursing history، تمام، استكمال أو تأكيد البيانات الواردة في تاريخ التمريض. To obtain data that will help to establish nursing diagnosis and plan for care بالتأكيد للحصول على البيانات اللي بتساعد في تحديد التشخيص التمريضي وخطة الرعاية. To evaluate physiologic outcome of care and thus the progress of a client health لتقييم النتائج الفسيولوجية للرعاية وبالتالي التقدم في صحة العميل. واخر تنتين هي to make a clinical judgment about client health care status. وآخر نقطة هي to identify area of health promotion and disease prevention لنحدد مجالات تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض. لحتى نعمل فحص بدني للكلاينت لازم نقوم بعدة خطوات. أول واحدة هي preparing the client، نجهز العميل، بنعمل له اكسبلين على البروسيجر، نعمل له عادة يكون الفحص البدني ما painless يعني ما بيكون مؤلم، تمام. وامتي البلدر بيفور اكزامينيشن هي افراغ كل اللي في اللي ممكن نحكي في البطن او نخليه يفوت الحمام قبل الاكزامينيشن. ثاني واحدة اللي بريبيرنج ذا انفايرمنت هي نهي البيئة، يكون الجو مناسب لطبيعة الفحص البدني، يكون ايدينا مناسبة للجو الموجود وموفر الخصوصية اللي هي بروفايد برايفسي. في حين النقطة الثالثة اللي تحكي عن التمركز، it's important to consider client ability to assume a position، لازم تحطه في وضعية ممتازة للفحص البدني. بظبط الشيء مثلا يكون عنده وجع في الظهر تروح تنام على ظهره، فأنت هيك راح تعمل شوية خلل أو شوية خطأ في الفحص البدني. دربين قال هي درب كلود شد بيرنج تو إلى آخر النقطة. يحكي لي رتب القماش بحيث تكون مرات تقييمها مكشوفة وتغطي المنطقة الجسم الأخرى. مثلا بدك تكشف عن بطنه بتسكر عن صدره وتسكر تحت بطنه وتكشف بس المنطقة المراد فحصها. آخر نقطة بيحكي لي preparing equipment، جهز الأدوات، تمام، لازم أنت تقوم فيها الفحص البدني تكون جنبك، ما تكون بآخر الغرفة كل شوية تروح تقول تروح أجيب هاي تروح أجيب هاي. أي صورة واحد بنبطح قاعد بأخذ فحص بدني، يلا عيشوا. Methods of examination هي طرق الفحص، في عنا الإكس إنسبكشن
فعندنا البالبيشن، فعندنا البيركشن، فعندنا الاسكوليشن الاخره. هذا الاربع ميثود راح نشوفهم بالتفصيل كمان شوي. الانسبكشن بكل اختصار هي استخدام الحاسه البصريه، تمام، using the sense of sight. بتشوف انت حجم وشكل او لون المرض او لما تعمل فحص البدني. فالوحدة هي البالبيشن عن طريق ممكن تحكي هاي مستخدمها في حاسة اللمس using a sense of touch اللي هي عن طريق التاتش او الطق ممكن نحكيها. طبعا في البالبيشن نحن نستخدم الثلاث او الاصبعين اللي بيجوا بالنص. ليش؟ لانه بكون فيهم نهايات العصبية، تركيز بكون كثير قوي فبجعلها شديدة الحساسية، فانت ممكن تحس بشكل ممتاز فيها. احنا ليش نستخدم البالبيشن؟ نستخدم الهدر والنقاط الموجودة اللي هي تكستشر اللي هي للملمس للشعر، والثاني واحدة مويتشر اللي هي للسكن اللي هي نشوف مدى رطوبة الجلد، التمبرشر للسكن برضو اللي هي درجة حرارة الجسم، والاخر هي هدول النقاط. عيشوا هاي، بعطيكم كمان صورة لحتى تفهموا اكثر، ندلعكم. طبعا في عندي تو تايب فور او طرق لعدة قياس البلبيشن، في عندي اللايت في عندي الديب. اللايت اللي عن طريق ممكن تحكيها بشكل سطحي، ما بتلمسها وما بتحط ايدك لجوا، تمام، بحيث الديب انت بتستخدم اصابعك وبتغرزهم عشان تحس بمكان الاصابة بشكل، او ممكن نحكي بالفحص البدني بشكل اكثر دقة من اللايت. حكينا عن two type of palpation. لهسه الجايد لاين فور البالبيشن اللي هي مبادئ توجيهيه او الارشادات للبالبيشن: ذا نيرس هاند شود بي كلين اند وورم اند ذا فينجر نيلد شود بي شورت. بيحكي لازم تكون ايدك نظيفه ودافئه واظافرك تكون قصيره. اري اوف تندرس تندرنس شود بي بالبيتد لاست. بيحكي منطقه الالم بنحسها اخيرا. طب ليش احنا بنحسها اخيرا؟ مثلا في منطقه الزايده انت لما تيجي تفحصها ممكن ينتقل لاعلى البطن، ممكن تنتقل للشمال. احنا بنعرف اللي هي الزايده بتكون باليمين، اذا لمستها اول ممكن تنتقل للشمال او تطلع لفوق. فالاخر يفضل احنا نحط منطقه الالم وبنعملها بالبيشن في الاخير. ديب بالبيشن شود بي دون افتر سوبرفيكال بالبيشن. بيحكي يجب ان يتم الطرق العميق بعد الطرق السطحي. البيركشن بشكل اختصار بيقول لي هو فعل ضرب خدمة الجسم للحصول على الصوت يمكن شعور به أو اهتزاز بنشعر فيه، تمام. البيركشن نستخدمه لتحديد حجم وشكل الأعضاء الداخلية، تمام، وبشير إنه إذا كانت الأنسجة مملوءة بالفلويد أو الهواء، تمام، air filled of solid مصنوع أو مملوء بمادة صلبة. اعتقد حكيت على البلبيشن انه طرق، اسف مش طرق، هو انت بتستخدم اصابعك لانك تحس او تعمل لايت بلبيشن ديب بلبيشن، فهي ابدا مش طرق، تمام. الطرق اللي هي البيركشن. في عندنا تو تايب اوف بيركشن، عندنا الدايركت والاندايركت، تمام. المباشره بتكون انت تمسك او بتعمل بيركشن للمنطقه المرض قرعها مباشره، تمام، بالاساده او بالاصبعين او بالثلاث زي ما هو موضح بالصورة زي هون. فعندنا في الاندايركت بشكل غير مباشر نحط مقياس اسمه بليكس ميتر بقوة على جلد العميل، تمام، بحيث الممرض بضرب على جهاز القياس هذا بواسطة شو البليكسر. بيركشن اليكيتس 5 تايب اوف ساوند، بيعطيني البيركشن 5 انواع من الصوت. عندنا الفلاتنس اوفر ذا ماسل اور بون، بيحكي لي الفلاتنس هي عبر ممكن تحكي تسطح في العضلات او العظام. الدارنس اللي هي اوفر ذا اورجان از ذا ليفر سبلين اور هارت، بيحكي لي على العضو زي الليفر زي الطحال وزي القلب. الريزونانس اوفر ذا لانج فيلد وذ اير، بحكي لي الريزونانس لما يكون فوق الرئة المملوء بالهواء. الهايبر ريزونانس على سبيل المثال ممكن تحكي انتفاخ الرئة اللي بيكون بالحالة الابنورمال. التايب ناني اللي هي ايرفيلد ستومك، بحكي لي لما تكون المعدة مثلا مملوءة بالهواء. هاي بحكي لي على الفلاتنس ممكن تحكيها مثلا بالريبس مثلا او بالكليفيكال او بالستيرنم، بحيث الريزونانس باللنج الادلت لنج والهايبر ريزونانس بالشيلد لنج، تمام.
أماتين بناني اللي هي الابدومينال اريا في منطقة البطن زي الاستومك والانتستنس اللي هي الأمعاء. في عندنا الدلنس تمام اللي هي عند الليفر والسبلين والهارت اللي هي الكبد والطحال والقلب. آخر ميثود أو آخر طريقة اللي هي اسكلتيشن is the process by listening to sound produced by the body. في عندي two type of auscultation اللي هي direct وال indirect. direct by ear by عن طريق الأذن نسمعها مباشرة، وال indirect عن طريق غير مباشر by stethoscope تمام اللي هي عن طريق السماعة. في هذا الأستاذ بيحكي عن sequence of methods of examination. في عندي two sequence. all systems should be examined using the sequence اللي هو الحكي عنه أول شيء inspection، بعدها palpation، بعدها percussion، بعدها auscultation تمام except for the abdominal we use، باستثناء منطقة البطن ما بنستخدم هذا السيكونس، لا بنستخدم هذا السيكونس الانسبكشن بعدها الاسكوليتيشن بعدها البالبيشن بعدها البيركشن. suggested sequencing for physical exam بحكي التسلسل المقترح للفحص البدني لايش بنستخدمه، ممكن يحكي للجنرال سيرفي اللي هي المسح العام تو اللي هي vital signs تمام vital signs اللي هي العلامات الحيويه اللي حكينا عن respiration والبلس والبلد بريشر واخر نقطه تمام. وعندي بالثالث اللي هي التتو اللي هي من الراس لاسفل القدمين. ولهون بكون شرحنا شابتر الهيلث اسسمنت. اعتقد انه شابتر كثير سهل وبسيط ومعلوماته بتهضم بشكل سريع، وربنا يوفقكم عفوا ربنا يوفقكم ويعلي مراتبكم وينجحكم جميعا وتطلعوا بالعلامة العالية. يعطيكم ألف عافية رب.